السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم من جديد في فيديو جديد على قناتي وصفات أم الغالية. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة ومهنيين، وصحة عيدكم إن شاء الله تكونوا كامل عيدتوا بالصحة والهنا، واللي ما ضحاش هذا العام العقوبة العام الجاي إن شاء الله نكونوا في أحسن الظروف وفي أحسن الأحوال ونعيدوا كامل بالصحة والهنا. هذا العام الظروف جد أقوى من الجميع، إن شاء الله ربي يرفع لنا هذا الوباء في أقرب وقت عاجلا غير آجلا يا رب العالمين، وتعود الحياة كما كانت وترجع الأيام الطيبة الجميلة الرائعة، اللهم آمين يا رب العالمين. المهم غالياتي، درت لكم هذا الفيديو خاص، حبيت نشكركم على وقفتكم معايا على دعائكم ليا، ونشكر جميع اللي سقساو عليا، يكثر خيركم كل وحدة واسمها وكل مشتركة عزيزة عزيزة وغالية على قلبي، وكلكم عزاز، ربي يحفظكم ويسعدكم ويهنيكم ويعطي كل وحدة ما تتمنى ويعطي كل وحدة ما بغت، اللهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله أيام المرض معدودة وعدت، والحمد لله يا رب العالمين، وربي يشفي كل مريض، وقريب إن شاء الله رح نرجع لكم بوصفات جميلة وممتعة. كما نقول لكم دائما، نحضروا بوصفات رائعة نفرحوا بهم عائلتنا ونمتعوا بهم وليداتنا. المهم غالياتي، درت لكم هذا الفيديو باش نطمنكم عليا، ونشكركم بزاف بزاف، شكرا شكرا شكرا، ربي يحفظكم ان شاء الله. اذا كما شفتوا وصلنا لنهايه الفيديو، درت لكم فيديو قصير خفيف ظريف، ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. نقول لكم تهلاو في رواحتكم واذكروا الله كثيرا، وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، في امان الله.